come, and falsehood hath perished. Indeed, falsehood, by its very nature, is bound to perish. Allah is truthful, and He loves a truthful servant. Musa Maghribi of Standard 4 will tell us in Arabic the virtues of truth, as-sidq. أيها الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم موسى مغربي من الصف الرابع الابتدائي مع الخطبة العربية على الموضوع الصدق والكذب. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رئيس الأمر المعقد وإخواني في الله، إن الصدق والكذب موضوع في غاية الأهمية، لأن الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار، فعلينا أن نعرف حقيقة كل منهما. فقوله الصدق هو مطابقة القول للواقع، وقد أمر الله المؤمنين بالتزام الصدق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة الطاعة سورة 9 آية 19 و100. إخواني في الله، والحاصل أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وحدهما يعرب الآخر. ولأجل هذا قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، فقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. سورة الأحزاب سورة 33 آية 24. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر والجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا بالتزام الصدق واجتناب الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.